ثم اخرج إلى الصفا للسعي 7 أشواط، فإذا دنوت من الصفا ابدأ بما بدأ به الله عز وجل قائلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم اصعد على الصفا واستقبل الكعبة واحمد الله تعالى وكبره 3 رافعا يديك، وادعو وكرر الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويكرر هذا الذكر 3 ويدعو بين ذلك بما شاء، وإن اقتصر على أقل من ذلك فلا حرج، ولا يرفع يديه إلا إذا كان داعيا، ولا يشير بهما عند التكبير، فإن ذلك من الأخطاء الشائعة عند كثير من الحجاج والمعتمرين. ثم ينزل المحرم من الصفا متجها إلى المروة ماشيا، يدعو بما يتيسر له من الدعاء لنفسه وأهله وللمسلمين، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضا شديدا، وذلك للرجال دون النساء، إلى أن يبلغ العلم الثاني فيمشي كعادته حتى يصل إلى المروة. وعندما تصل أخي الحاج إلى المروة فاستقبل الكعبة وقل ما قلته من الذكر عند صعود الصفا وادعو بما شئت، ثم انزل وامشي حتى تصل إلى العلم الأخضر، فاركض حتى تصل إلى العلم الثاني، ثم تكمل مشيك كالمعتاد إلى أن ترقى الصفا، وهكذا تكمل سعيك على هذه الصفة 7 أشواط، فيكون ذهابك من الصفا إلى المروة شوطا، ورجوعك من المروة إلى الصفا شوطا آخر. ولا حرج عليك إذا بدأت السعي ماشيا ثم شعرت بالإرهاق أو ألم بك عارض صحي لا قدر الله، أن تكمل سعيك راكبا العربة، ويجوز للمرأة الحائض والنفساء أداء السعي دون الطواف، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام. ومن الأخطاء إسراع النساء أثناء السعي بين العلمين الأخضرين. بعد إتمام السعي يقصر المحرم شعر رأسه إن كان متمتعا، ولا بد من تعميم جميع الرأس في التقصير، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهي رأس الإصبع، وبهذا يكون الحاج المتمتع قد أتم عمرته، ومن ثم يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. وينبغي للحاج والمعتمر أن يكثر من التلبية في وقتها، وهي في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدأ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة صباح العيد، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 8 ذي الحجة، يوم التروية. في هذا اليوم يتجه الحجاج محرمين على اختلاف نسكهم، متمتعين وقارنين ومفردين، إلى صعيد منى اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويستحب التوجه إلى منى قبل الزوال، أي قبل الظهر، فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للصلاة الرباعية وبدون جمع، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم. والسنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية حتى إذا صلى فجر 9 من ذي الحجة انتظر حتى تطلع الشمس، فيسير إلى عرفات بهدوء وسكينة ملبيا ومكبرا. 9 ذي الحجة، يوم عرفة. تتوافد جموع الحجيج إلى صعيد عرفات في هذا اليوم المشهود الذي وصفه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بأفضل الأيام. ويقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها في هذا اليوم العظيم. ومن السنة أن ينزل الحاج بنمرة إن تيسر له ذلك، وإلا فليتأكد من نزوله داخل حدود عرفة
وهناك الكثير من العلامات واللوحات الإرشادية التي تبين ذلك، وعرفت كلها موقف. وفي هذا اليوم العظيم احرص أخي الحاج على إشغال نفسك بالتلبية والذكر، وأكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل، واتجه إلى الله عز وجل خاشعا متضرعا، واجتهد في الدعاء لنفسك وأهلك وأولادك ولإخوانك المسلمين جميعا. فإذا دخل وقت الظهر خطب الإمام في الناس خطبة تذكير ووعظ وإرشاد، ثم يصلي بالحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما شيئا. وتجنب الوقوع في أخطاء تضيع عليك الأجر والثواب في هذا اليوم العظيم والموقف الكريم. ومن هذه الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج النزول خارج حدود عرفة، وبقاؤهم في أماكن نزولهم حتى تغرب الشمس ثم ينصرفون إلى مزدلفة. الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا غير جائز لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يتزاحم البعض ويتدافعون من أجل الصعود إلى جبل عرفة والوصول إلى قمته والتمسح به والصلاة فيه، وهذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع، إضافة لما يترتب على ذلك من أضرار صحية وبدنية. استقبال جبل عرفات في الدعاء، والسنة هي استقبال القبلة. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. لبيك الله. المزدلفة. عند غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام المزدلفة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه أن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن ذلك انصرافهم لالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا والصلاة أولى، واعتقادهم أن حصى الجمار لابد أن يلتقط من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه. والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الانصراف إلى منى آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام، وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا،
لرمي جمرة العقبة الكبرى والباقي يأخذه من منى، ومن ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعندما يصل الحاج إلى منى يبادر بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصات، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تكسر من شعرها قدر أنملة، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك.